السلام عليكم. اليوم بقول لكم طريقة خبز اللوز. المقادير: كأس من اللوز المطحون، تحصلونه بماكن العطارة عند الأماكن الصحية، يبيعون عندهم. ونص كأس من الشوفان المطحون وموية ماء، الماء على حسب تشوفوا زي خلطة مصابيب. وزيت زيتون، ملعقتين من زيت الزيتون عصرة أولى، شفتوا. بعدين أول شيء ناخذ دقيق اللوز، نحط دقيق اللوز، بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين نحط عليه دقيق الشوفان، دقيق الشوفان نحط عليه. بعدين نحط ملعقتين من زيت الزيتون، ملعقتين من زيت الزيتون، شفتوا. بعدين نحط موية شوي شوي من الماء، ونحرك لين يصير زي عجينة الكيك. ونحرك، حرك يا محرك. بعدين نضيف موية، نحرك شوي شوي، ما في مرة واحدة، لين نشوف العجينة متماسكة. نضيف بعد موية، نضيف موية بعد، شفتوا. نحرك ونحرك ونحرك، شفتوا الطريقة هذه. هذا خبز اللوز، شفتوا طريقتها كذا، يصير زي الكيك، زي عجينة الكيك. نخلط. بعدين حطيت شوي من الملح اللي من طرف أصابعي. بعدين نحرك، حرك حرك حرك، شوفوا شلون قوامها، زي الكيك، ها شفتوا. بعدين أخليه نص ساعة يتخمر، نص ساعة، ما حطيت لا خميرة ولا بيكنج باودر، بس أخليه نص ساعة وأسكر عليه. انتظرنا يجي 10 دقائق أو ربع ساعة علشان نصب زيت زيتون على المقلاة، شفتوا. لازم تكون تيفال أصلية عشان ما يلصق. بعدين نصب الخبز هذه، عجينة خبز اللوز مع الشوفان، نصبها، شفتوا، نخليها لين تصحى، شفتوا. هذه خبز صحية، عندهم سكر، عندهم ضغط، عندهم اللي يسوون دايت ريجيم، ما ترفع السكر ولا تزيد الوزن. لو أكلت 5 6 صدقوني صحية، مرة مرة صحية، مع التجربة صدقوني. اللي عندهم سكر ما راح يرتكب. نخليه شوي بعدين نقلبها، إذا شفت مع الأطراف صار فيها بني شوي نقلبها. فو خبز اللوز شلون صار، حطيته بعدين قلبته، شفتوا شلون. هذا خبز صحي مرة زين، والله أنصحكم فيه. فلا تنسون أن تعملين مشاركة وكسب لور وتابعوني. جزاكم الله خير.